أول فقرة لنا لكل محبي الطبخ بعد النجاح الكبير اللي حققته مجموعة ستون لاين الألمانية الشهيرة واللي هي ميزتها أنه مطلية بالحجر، منقدم لكم اليوم مجموعة جديدة خاصة بالشواء. وطبعا كل الأشخاص اللي ما تابعوا المجموعة الأولى أو حتى المجموعة الثانية، أنا بدعيهم هلأ يشوفوا هيدا الفيديو ليتعرفوا أكثر على مجموعة ستون لاين اللي حنقدم لهم إياها اليوم. استخدمت الأواني الحجرية في جنوب الجزيرة العربية قبل الميلاد، وخاصة الحضارات التي سكنت اليمن ونجران، وهي تستخدم حتى هذا الوقت. ورغم ما تشهده الحياة من تطور، فهذه الأواني ما زالت تحتفظ بمكانها لأنها أثبتت جودتها والنكهة اللذيذة التي تضيفها للطعام، وهي صحية 100%. لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة أواني الطهي ستون لاين الألمانية الشهيرة المطلية بالحجر، والتي لاقت نجاحاً منقطع النظير في كل أنحاء العالم. هلا إلي شرف كبير كثير لاني استضيف اليوم الشيف ايفا. هلا سريحاني، برحب فيكي شيف. اهلا، كيفك؟ تمام. انا كثير مبسوطه انه اليوم انت معنا عم نقدم مجموعه ستون لاين، لانه انا كنت بضيافتك قبل بيومين، صح؟ مزبوط، كنت بالمطعم. كنت بضيافتي وهلا انا بضيافتك. شو بدنا نعمل مع بعض اليوم؟ حنعمل مع بعض، بس خلينا نعرفهم اكثر. لما استضفتينا بمطعم حضرتك، المجموعه ستون لاين انت بتستخدميها دائما بالمطعم، وحنشوف شو حضرتي لنا لما رحت لعندك. مرحبا شيف، كيفك؟ هلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ اجيتي على الوقت. يلا على المطبخ نشوف شو بدنا نعمل. يلا خلينا نفوت سوا. يا هلا فيكي سماح، اكيد جعتي شميتي الروائح قد ايه؟ اي، اما انا وياكي من الصبح عم نحضر، بصراحه محتاره باي طبق بدي بلش لانه كله شيء بشهي. وهاي الابتسامه من القلب، لانه الاكل هذا كثير رح تشوفي قديش زاكي، رح اخليكي تجربي الفخته. هذا زي اكلات امهاتنا. مزبوط، كيف كانوا يعملوها زمان؟ هي لانه مطليه بالحجر فقلتي لي هيك حطعتي النكهه، فانا متحمسه اني ادوق. رح للنكهه والطعم الاصيل اللي بيشتهوه الناس. الخضرة ألوانها شو حلوة، وبعدها بتقرش، والكميات كمان بتكفي لعدد كتير كبير من الناس. مزبوط، أنت دائما بتعتمدي هالمجموعة بمطعمك لتقدمين لهم أطيب. نستعملها أولاً لأنها كمان بتضاين، بتضاين على المدى، بتعرفي المطعم طاخ طيخ وكلنا شفية كمنطابخ، فهي بتضاين كتير منيح. يعني إذا الشيف عم تقول إنه هي بتضاين، فكيف أنتم عندكم بالبيت أكيد حتضاين لفترة كتير طويلة. لفترة كتير منيحة، والحلو فيها أنا اللي عجبني إنه النكهة فيك تركزيها بالغطا اللي موجود، بتحطي النكهات وبتنقط نقطة نقطة زي نقطات الحب هيك شوي شوي على أكلة. معناتها نحن هلا حنكمل أكلتنا مع الشيف إيفا، وبتشكر كتير لاستضافتك اليوم لإلنا. وأنا بشكرك إنك إجيتي، بس لازم أعلمك الطبخ. ضروري كتير. يلا خلينا ناكل. يعني مثل ما شفنا مجموعة أكثر من رائعة، إذا حبيتوا تحصلوا عليها فالمجموعة اللي مقدمين لكم إياها اليوم عبارة عن طنجرتين مثل ما أنا شايفين، هن خاصين للشواء. الوعاء الأول أو الطنجرة الأولى وهي سعة كتير كتير كبيرة، عم نحكي عن 8.5، يعني 8 لتر ونص بتسع، وأيضا مع الغطاء، وشايفين الغطاء تبعه هو في ميزة كتير حلوة حنحكي عنها وهي ميزة التنقيط، حنشرح لكم عليها بسياق الفقرة. أما الطنجرة الثانية الموجودة معنا وهي بسعة 3.2 لتر، وأيضا كمان بيجي معها الغطاء المخصص لها
وكمان بيجي فيه ميزة التنقيط. مثل ما احنا شايفين هاي المجموعة هي مطلية بالحجر اللي هنا موجود معنا، اللي بيعطي نكهة كتير كتير ظريفة، وبنفس الوقت مطلي بطبقة من ألمنيوم الدايكاست اللي ما بيخليه يلزق أبدا. أيضا عنا كتيب هون بتحصلوا عليه معه لتعرفوا أكثر شو فيكم تحضروا وصفات كتير لذيذة. والحلو أيضا بتحصلوا على هدول القطعتين اللي هنا خاصين بالمسك الإيدين تبع الطناجر لما بتكون دخلوهم على الفرن وأيضا تطلعوهم. إذا حبيتوا تحصلوا على هالمجموعة فرقم المجموعة هو 459906، وجايتكم ضمن فرصة الأسبوع بسعر عن جد تنافسي، عم نقول عن 348 ريال سعودي بس. أنا ما بدي طول عليكم هلأ أكثر، بعرف أنه الشيف إيفا ناطرتني ولنحكي أكثر عن ميزات هالمجموعة. يلا شو بدك نعمل هلأ؟ هلأ أول شيء أنا بدي أحكي عن اللي بيلفت نظرنا بالطنجرة الكبيرة، عم نحكي عن سعة كتير كبيرة، عن عمق كتير كبير. أنا بس بدي أخذها هون لورجيهم بالضبط العمق تبعها قديش كبير. بعدين هذا جربناه أنا وياكي بالمطعم. على فكرة سماح شطورة بالطبخ. يعني ما كتير، شفتوا بالفيديو أنا ما قربت إيدي، بس بدنا نحكي عن العمق تبعها. لما عم نحكي عن عمق، نحن عم نقول أوريدي هي 8.5 لتر، ولكن نحن هون حنشوف العمق تبعها بالضبط. بدي ورجيهم بالضبط، حنعتبرها هي هون. يعني انا بدي اسهلها عليك، 14 هي كيوت كيوت وصغيره زيك هيك بس بتسع كثير. مزبوط، هي تماما 15 سنتي العمق تبعها. انا حارجع مره ثانيه احطها هون لا ياخذوه كلوز ويشوفوا بالضبط، تقريبا 13 سنتي العمق تبعها، ما بنلاقي ابدا هيك طنجره. ايضا هون بالطول اذا عم نشوف، فعم نشوف هي تقريبا هون 39 سنتي بالضبط، مأخوذة هون محطوط 39 سنتي، يعني بنحكي عن طولة كتير كتير مفيد. هلأ حنسأل طب يعني 38 وعمقها كمان عم نحكي 13 وشوي، شو حيفيدنا؟ هلأ انتي شفتي حطينا فيها فخدة خروف، فينا نحط فيها نص خروف هيك بس نطعجه شوي. مزبوط. وهلأ هون احنا عملنا جاج محشي، تحدي كتير كبير. بتعرفي احنا العرب قد ايه مشهورين بكرمنا، مش معقول نعمل اشياء قليله حتى لو الضيف كان واحد. فتطلعي هون كم جاجه هون واسعين، جاجات مشويين وايضا محشيين. كم جاجه هذول؟ سبعه. اوكي، وشوفي قد ايه منظرهم بشهي، شايفه، ومحمرين. والحلو كمان الغطا، لما نغطيها انه الغطا كمان بفوت بالفرن. والميزه الحلوه بالغطا انه الصوص فينا نحطها فوق وتعمل تنقيط شوي شوي، فبتعطي النكهات على رواق. مزبوط، حنثبت لهم كمان هلا، حنعمل تجربه كمان خاصه بميزه التنقيط بالغطاء. ولكن هون كمان نرجع نذكرهم نحن بنقدر ندخلها للفرن، فيعني عم نحكي نحن وهي مغطيه وهي حتى مغطيه، بس نحن الفرن شوي اللي عندنا صغير ما قدرنا ندخله هون. لكن عم نحكي عن عدد، حي صاروا عندنا 5 جاج مشويين. ويعني والحلو فيها انها سهل حملها، سهل تنظيفها، وشكلها حلو حتى لو حطيناها على السفره. مزبوط. هلا حنحط هون اخر وحده بس لنورجيهم قد ايه من جوا كمان مستويه، يعني عندها ما بس بتسع كميه، ايضا بتستوي من جوا. حنشوف كمان هي محشيه بالرز وكيف طالع شكل اللحمه وشكل الرز فيها. طالع بشهي، بستاهل نقول. يعني ما في هيك طناجر عادة بنلاقي بهالحجم. كيف الرز مستوي والجاج وهيك. نقيم هذا الخيط بده مقص، معنا بده مقص، بس انا بحب اورجيهم من هون تاخذ الكاميرا بهيدا الشكل لتشوف كيف الجاج مستوي عن جد. وايضا حتى هون لناخذهم بالضبط، شوفي كيف الجاج مستوي دايبه، وايضا والرز. الرز كتير مستوي ودايب، يعني عن جد شغلة بتشهي. لكن هون حنحكي عن ميزة التنقيط، بدي اياك تساعديني. هذا الغطاء موجود للطنجرة الكبيرة أو الصغيرة الاثنين، وهون إذا شايف تاخذ الكاميرا هون في بالضبط نقطة صغيرة خاصة نحط فيها أي صوص بنحبه أو حتى مي أو حتى أي زيت أو أي شيء طول الطبخة وهي بتتحرك. حنمسك هي تساعديني فيها شيف، ورجيهم بالضبط. هاي الميزة على فكرة بتسهل علينا شغل الشيفية، بس نرفعها شوي لتاخذ الكاميرا ونورجيهم بالضبط كيف هي الميزة. شو بتساعدنا هي الشيف مثلا نحن عم نطبخ؟ انه النكهات هيك تكون مركزة، عرفتي، وخاصة لما نعمل جاج كبير او التركي، عرفتي كيف؟ هدول الاشياء بدهم دائما تضلي تنقطي عليهم وتشربيهم، فهي بتساعدك انك تنسيها بالفرن وتروحي تحضري تلفزيون او تحضري سترس تي في على اشياء كثيرة وتكملي الطبخة. مزبوط، شوفوا هون هي الميزة قديش عن جد كتير حلوة، بتريح سيدة المنزل وبكل سهولة. هلأ حنعمل تجربة تانية كمان لنورجيهم عم
انا بس لاطلع لكم كملكم الحديث ورجيكم انه هي ما بتلزق. الميزه الحلوه اللي بيعملوا دايت، احنا ما بنقامد بالدايت، بس اللي ما بيحب يحط زيت او بدون ما نعمل ولا شيء، بدون ما نضيف ولا نقطه زيت نقدر نعمل جبنه حلومي نشوي، هاي هون بدنا نعمل بانكيك، ايش ما بدك، حتى الدجاج، اللحمه بدك تشويها، الستيك بتحطيها ما بتلزق ابدا. والحلو فيها سماح كمان، بعد ما تخلصي فيكي بشريطه مبلبله هيك تنطفيها وتعملي طبخه بعديها، وهذا حلو. انا ساعدني كثير بالمطعم لانه مزبوط. بتعرفي احنا البريكفاست عندنا بسرعه بسرعه السريع بسرعه، ما في وقت، فالاومليت ورا بعضه بنكون نعمل لا ما بنغسل بالمحرمه ويلا بعد. حلو كثير، فينا نطفي تحت المقلوبه. اوكي حنطفي تحتها، خليني افرجيكي هون كيف ما لزقت، شايفة؟ طلعي اللون شو حلو. بس عن جد لكي ما لزقت ولا نقطة، نحن اختصارا للوقت. شوفي شو هلا هاي الطنجرة على صغرها ونعومتها، أول إشي أنا حبيت هدول كيوت، عرفتي؟ ومنظرهم حلو على السفرة وبيساعدوا إنه ست البيت ما ينحرقوا إيديها. فشوفي هون المقلوبة كيف جاهزة، والطنجرة بيفكروها الناس صغيرة لكن قديش الكمية اللي واسعتها. فهي مقلوبة، وإحنا طبعا بدنا نقلبها هون. نشوف الكمية وكيف إنها ما بتلزق. واو شوفي منظرها، واو بيشهي عن جد. ما لزق ولا فيها شيء، بس بدنا نورجيهم للكاميرا مرة تانية كيف إنه هي ما لزقت، بس نورجيهم هون بالضبط. وأنا حطلع لهم شقفة قماش، أعطيني القماش نشوف كيف سهل تنظيفها. مزبوط، شوفي هاي القماشة اللي معنا، بدنا نورجيهم بالضبط كيف نحن بمجرد ما نحط قماشة مبلولة وما في شيء ابدا علق. وايضا فهلا نطفت وفيك تحطوها، ولاحظي الحلو انها خفيفة على ايدينا. دائما احنا هاي المنتجات بنخاف نشريها لانها ثقيلة بتتعبنا، بس هاي كثير خفيفة. طيب هلا نحن ما بدنا نطول كثير، بدنا نروح على طاولة السفرة. فينا نجيب المقلوبة معنا؟ أي منجيب المقلوبة. أنا هون كمان بدي نشوف على الشاشة تجربة كتير أشخاص شاركوا بحطوا حبوا يحطوا رأيهم. مثل ما أنا شايفين شيرين من لندن عم تقول أفضل طناجر استعملها من المطبخ، هي سهلة كتير، تنظيفها كتير سهل، وأيضا بتختصر الوقت وصار عندي وقت لأني أعمل كتير كتير من الأشياء. كمان عم نشوف مايا من نيويورك عم تقول إنه تصميمها رائع ومميز وبيلفت النظر، كمان كنت عم أبحث من زمان على هيك شيء، وأيضا بتتشكر كتير وبتنصح كل الأشخاص إنهم يستخدموا مثلها. وطبعا أنت بتعرفي أكلة الكبسة أكلة مشهورة عندنا خاصة بدول الخليج. شوفي الساعة هاي قديه، كم من كاسة بتسع؟ أنت حاطة كاسات الرز كانوا على الكاميرا، بدنا نورجينا نسبت لهم. عم نحكي انه نحن مو بس بينطبخ فيها بالفرن، وايضا ساعتها كثير كبيره، عم نقول 8.5 لتر يعني بتسع 10 كاسات رز، يعني 10 كاسات رز ميزه قليل كثير نلاقيها باي طنجره او باي مجموعه. نحن هون عم نحكي عن مجموعه جدا خاصه بتقدروا تطبخوا فيها، تدخلوا فيها على الفرن. قبل شوي كنا شفنا 7 دجاجات محشيات، يعني عم نحكي عن كميه كثير كبيره كمان عم نقدم فيها حتى ما لزقت ابدا بالكبسه. والشيء اللي لاحظته كمان انها ضد الخدش، لانه انا ما شاء الله عندي مطعم هيفي ديوتي، فلاحظت انه قد ما يغسلوها او يستعملوا حتى هدول مش الخشب ما عم تنخدش، اكيد هذا لانها معموله من الستون. مزبوط، انا بتشكرك كثير شيف ايفا هلسه ريحاني على وجودك معنا. وكمان بس بدي ارجع اذكركم مره ثانيه بالمجموعه اللي قدمنا لكم فيها، اللي هي عباره عن طنجرتين، وهي كل طنجره هي الاولى بسعه 8.5 لتر، كميه كثير كبيره، اما الثانيه فهي بسعه 3.2 لتر. مثل ما لكم شايفين جايين الاثنين بغطاء بميزه التنقيط بكل سهوله. رقم المجموعه هو 459906، وسعرها من فرصة الأسبوع 348 سنتي 348 ريال سعودي، يعني فرصة كتير حلوة أنكم تكملوا مجموعتكم الأولى بهالمجموعة المميزة. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.